السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن طريقة العناية بنبات الألوفاريا. نبات الألوفاريا هو نبات خارجي يوضع في مكان إضاءة عالية جدا بعيدا عن إشعة الشمس المباشرة. يعد نبات الألوفاريا من النباتات سهلة النمو والعناية. يتميز الألوفاريا بأكثر من 300 نوع. طريقة الري في الصيف كل 5 أيام بعد جفاف التربة، وفي الشتاء كل 8 أيام بعد جفاف التربة. يجب زراعة نبات الألوفاريا في التربة سريعة الصرف. طريقة التسميد في فصل الربيع في شهر 3 و4 و5 فقط. لا ينصح بالتسميد الألوفاريا في فترة السكون التي هي في فترة الشتاء. طريقة الإكسار نبات الألوفاريا هي عن طريق الفصائل والخلف. يجب رش نبات الألوفاريا بمبيد حشري كل 2 شهر على الأقل. وأتمنى لكم التوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.